ناس كتيره بتفتكر ان الهيئه الوطنيه للانتخابات يا دوبك هو اول ظهور لما رئيس الهيئه السابق ظهر واعلن الجدول الزمني ودعوه الناخبين في 25/9، وتلاه الرئيس الحالي معالي القاضي الجليل حازم بدوي. وحتى دي فرصه ان انا اوضح بعض الامور، لان في ناس بتقعد تفسر تفسير دايما بيكتنفها نوع من الشك والريبه والتفسير السيء، يعني ان كان في رئيس يا دوبك قعد اسبوعين ثلاثه ومشي وجي رئيس جديد هو بيدير العمليه الانتخابيه، وكله بدا يجتهد في تفسيرات للاسف الشديد كلها تفسيرات مغلوطه وغير صحيحه. يعني معالي القاضي الجليل اللي اعلن الجدول الاجرائي في 25/9 وقرار دعوه الناخبين كان متبوئا لمنصبه استكمالا لمده سلفه اللي هو المرحوم القاضي الجليل لاشين ابراهيم، والذي توفاه الله عقب ازمه كورونا او نتيجه جائحه كورونا وخلى منصبه. ولما اقترب موعد الانتخابات عين سيادته بنفس درجته كنائب رئيس محكمه نقد، وهو النائب الاول، فتولى رئاسه الهيئه. والدستور والقانون بيقول انه بيكمل مده سلفه. مده سلفه كانت تنتهي على ما اعتقد يوم 5/10/2023، اللي هي 6 سنوات من تعيينه في 2017. 5/10/2017، فبقت او سبعة يعني اعتقد كده في شهر، في بدايه شهر 10/2017، فهو اكمل مده سلفه. ثم جاء الرئيس الجديد وفقا للدستور والقانون ليتبوأ رئاسه الهيئه الفتره القادمه. ف الهيئه البعض متصور ان هو عملها من اليوم ده، لا، الهيئه على مدار العام سواء في استحقاقات ما فيش استحقاقات بتعمل في التجهيز لاي استحقاقات انتخابيه قادمه، في تحديث وتطوير وتدعيم قاعده بيانات الناخبين الى ان وصلت الى هذا الحد، اكثر من 67 مليون مميكنه بهذه الدقه المتناهيه، مربوطه بالجي بي اس، مدارة الكترونيا، يمكن الاستعلام في اي وقت عن كل البيانات الخاصه بالمواطن فيها. كل دي امور محتاجه جهد مستمر. اعتقد ان في لجنه خاصه بهذا جوه بتجتمع شبه اسبوعيا، يعني بتعد كل المواد اللوجستيه والتنظيميه والاداريه والمطبوعات الخاصه بالعمليه الانتخابيه على مدار العام مع الجهات المختصه في الدوله. عملها مستمر وقائم، وبتؤدي عملها بشكل جيد ومتقن، ووصلت لدرجه من الخبره تولد عنها ثقه مطلقه من جانب الناخب، انه عارف انه لما هينزل سواء يسيب شغله او يسيب بيته وياخد اولاده ومراته ويروح يصوت، ان ايده دي اللي هتضع بطاقه ابداء الراي في فتحه الصندوق هي اليد الأمينة الأولى، وسيعقبها العديد من الأيادي الأمينة اللي هتتعامل مع هذه البطاقة إبداء الرأي وهذه الورقة بكل صدق وشفافية وحيدة كما ذكرت كأحد معايير إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات.